اهلا بيكم. في الفيديو ده هنشوف ازاي نحول الازاز العادي لازاز كهرباء في عربية سوزوكي التو 2015، والفكرة عامة تنفع في اي عربية ازازها عادي ويتحول لازاز كهرباء عشان يبقى بالشكل ده هوت. خلونا نبتدي. اول حاجة هنشوفها ايه الاجزاء الاساسية اللي هنحتاجها. فاول حاجة هنحتاجها ان احنا هنجيب مكن ازاز كهرباء، وتاني حاجة هنحتاجها مجموعة الزراير اللي هتركب في الابواب، تالت حاجة هنحتاجها ضفيرة الكهرباء اللي هتتوصل ما بين الابواب، ده بيبقى شامل الفيوزات والريلي والكونكتورز بتاعة الكابلات، والجزء الرابع ان انا هحتاج وحدة رفع ازاز، ده في حالة لو انا هوصلها مع الانذار او السنتر. الادوات الاساسية اللي هنحتاجها هيبقى مفك عادة ومفك صليبة وزردية ومفك تيست وافو وكماشة ترامل. الخطوات اللي هنتحرك فيها بالترتيب، هو اول حاجة هنفك فرش الباب، وهنفك بعد كده مكنة الازاز العادة او المانيوال، وهنركب المكنة الكهرباء، وبعد كده هنوصل السويتشات في الابواب، وبعد كده هنمد الضفيرة بتاعتنا بتاعت السويتشات وبتاعت وحدة الرفع، وبعد كده هنعمل تيست على كل حاجة قبل ما نقوم بالخطوة الأخيرة اللي هي التقفيل. هنبدأ في أول خطوة معانا اللي هي فك فرش الابواب، وهنشوفها هنا في اول باب عندنا. عشان نفكه هنفك بعض المسامير، المسمار الاولاني هنا اللي موجود في المسند بتاع اليد، والمسمار الثاني اللي موجود في اكرة الفتح، هنفك الاثنين دولت. هنفك بعد كده الاكره بتاعه الازاز، ودي للناس اللي مش عارفاها، هي المفروض انها حاجه معروفه، يعني بيبقى فيه في الاكره دي كليبسه، بنحاول نفك الطرف الحديد بتاعها من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال لحد ما بنحرك الكليبسه دي لورا علشان الاكره تتفك من مكانها. هنشوفها كده بالراحه عامله ازاي. ده طرف الكليبس الاولاني اهو، بنزقه لورا. يستحسن يعني لو انت هتحتاج على الاكره مكانها تاني لاي حاجه، يعني تعمل الكلام ده وانت قافل الباب، عشان الكليبسه دي لو طارت هتبقى صعب ان انت تلاقيها، فتقع جوه العربيه احسن لسهوله ان انت تدور عليها. ده لو في حاله انت بتفك الفرش وهترجعه تاني على نفس الوضع. هنا الكليبس هي ابتدت تظهر من فوق كده، ممكن بطرف المفك اشدها كلها لورا، او لو كده هعمل من الناحية التانية نفس الفكرة، ان انا ازق الطرف التاني بتاع الكليبسة من الناحية التانية من الاكرة. وهنشوف بعد ما تتفك شكل الكليبسة دي بالظبط عامل ازاي، عشان الوضع للي ما شافهاش قبل كده متخيلها.
كده احنا فكناها اهيت، ودي شكل الكليبس اهي في الاكره كده بعد ما اتفكت. هو الطرفين دول اللي بنحاول نزقهم لورا عشان الكليبسه كلها تطلع من مكانها وتتفك من مكانها. بفك بعد كده الجزء الفبري اللي هو في ظهر المرايه، وبفك الكليبس اللي تحتيها الصغير الرمادي ده هوت برضو. هنشوف دلوقتي ازاي بقى نفك الاكره بتاعت الفتح دي. بزقها لقدام وشدها لبره بتطلع من مكانها كده، بيبقى فاضل بس جزء البلاستيك الابيض ده ماسك فيها، بارفعه من على الواير اللي هو ماسك فيه الكالون عشان افكها من الباب بالشكل ده هوت كده. هو الجزء ده بشده لورا كده عشان افكه من الواير المعدن اللي ماسك فيها. هنشوفها هنا بعد ما اتفكت شكلها اهي بالمنظر ده كده. دلوقتي هبتدي افك الفرش بقى، خلاص مفيش حاجه ماسكاه في الباب غير شويه كليبسات هنشوفها دلوقتي. فببتدي بالراحه كده بفك ما بين الباب وما بين الفرش من كذا نقطه كده لحد ما يبتدي الفرش يبقى سايب معايا، وبكمل داير ما يدور الباب لحد ما كل الكليبسات تخرج من مكانها. كده خلاص الكليبسات كلها اتفكت، ادي الفرش سايب اهو. كل اللي بعمله انا برفعه لفوق بس براعي المسوجر علشان ما يتنيش معايا وانا بفك الباب، ان انا انزل المسوجر لتحت واخرجه من الفرش بصورة سليمة. بالمنظر ده هوت كده يعتبر خلاص الفرش اتفك من مكانه. هنشوفه دلوقتي من ظهره عامل ازاي. ادي الكليبسات البيضه اللي بقول عليها دي كلها راكبه كبس، انا بحتاج بس ان انا افكها من الباب زي ما قلت لكم قبل كده. هي دي الكليبسات البيضه اللي داير ما يدور الفرش اللي بتبقى ماسكاه بعد ما بنفك المسامير وبنفك الاكر واكره الباب واكره الازاز، ودي الاماكن بتاعتها المناظره ليها في الباب نفسه. هنا لو الكليبسة دي وقعت مني بدور عليها وبركبها تاني. هي سهلة بتتفك وتتركب في مكانها عادي هنا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، فلو حد وقعت منه الكليبسة سهل يرجعها بنفس المنظر ده اهو. هنفك بقيه الابواب بنفس الطريقه، الباب الوراني بس هنفك الفيبر السوداء دهيت والكليبسه الرمادي اللي تحتيها دي اللي كانت مناظره للجزء اللي تحت المرايه في الباب الاولاني. كده نبقى خلصنا الخطوه الاولانيه، وهننتقل للخطوه الثانيه اللي هي فك مكنه الازاز من الباب. هنا هنشوف المكنه وهي بتتفك. انا المكنه اللي ركبته مكن استيراد، فخليت المحل اللي اشتريت منه يفك ويركب بنفسه المكن علشان اضمن ان المكن الاستيراد اللي هركبه هيكون شغال بصوره سليمه. فالخطوه دي انا ما قمتش بيها بنفسي، بس هنشوف الفني ده عملها ازاي. هو بيفك الفرش البلاستيك اللي موجود في الباب ده بالراحه، اللزق الاسود ده بفك واشيله، بيلزق عادي معايا كذا مره فما فيش فيه مشكله ان افك واشيله كذا مره. بيفك الاكره المعدن اللي كان ماسك فيها الاكره البلاستيك، كل ده عشان يوصل للتجويف اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عشان يقدر يفك الازاز من الباب. هو كل ده لسه ما فكش حاجه في المكنه خالص. هو هيعمل ايه دلوقتي؟ هينزل الازاز او هيرفعه سنه بسيطه لحد ما يلاقي مسمار اللي ماسك فيه المكنه والازاز. الازاز ممسوك في المكنه في عباره عن مجرى كده ليها مسمارين، هو فك المسمار الاولاني وهيفك المسمار الثاني اهو دلوقتي، يبقى دول اول مسمارين بيتفكوا كده. الازاز خلاص بقى ملوش دعوه بالمكنه بتاعت الازاز، وهو دلوقتي هيرفع الازاز ويثبته حر كده علشان ما يقعش تاني. بنفك زي ما انتم شايفين كده، وهيبتدي يفك مجموعه المسامير اللي قدامنا دي. هم 3 مسامير هنا في الجزء ده هوت ومسمارين في الناحيه اللي بره، يبقى كده 5 مسامير ماسكين المكنه في الباب ومسمارين ماسكين الازاز في المكنه. زي ما قلت لحضراتكم ده مكن استيراد انا ركبته في الوقت الحالي، فانا خليت الفني يقوم بالفك والتركيب علشان اضمن ان انا خدت منه مكن شغال بصوره سليمه. فدي خطوه انا ما قمتش بيها بنفسي، لكن دي المكان اللي اشتريت منه هو اللي عمل لي الجزء ده للـ4 ابواب. دولت المسمارين اللي في الجنب اللي بقول لكم عليهم، وبكده خلاص تعتبر المكنه فكت من الباب بصوره كامله.
هيخرجها هو دلوقتي من التجويف اللي هو اللي قدامه ده، هو بالمنظر ده هو كده. تركيب المكنة التانية بنفس الطريقة بالظبط، اللي هي الخطوة التالتة ان هو هيركب المكنة الكهرباء بنفس الطريقة اللي فك بيها مع شوية تظبيط وتعديلات علشان تشتغل بصورة سليمة. هنا زي ما حضراتكم شايفين المكنة الكهرباء ركبت، ودولت السلكين بتوعها اللي متوصلين بالموتور بتاعها، ويتقفل البلاستيك تاني مكانه، ورجعت الأكرة الحديد دي مكانها. انا هنا ما غطيتش الجزء ده بالكامل في الفيديو ده، لان ان شاء الله في فيديو منفصل هعمله عن المكنة الكهرباء، وهنتكلم عنها ازاي نشوفها وازاي نعملها، فان شاء الله ده هيبقى في فيديو منفصل عنها بالكامل، مش هيتغطى المرة دي في الفيديو ده. فان شاء الله استنوا الفيديو اللي هيبقى مخصص عن المكنة المانيوال والمكنة الكهرباء. بس هي بصورة عامة طريقة تركيبها زي طريقة فك المكنة المانيوال، وبتتركب بنفس الفكرة بالظبط. هنشوف دلوقتي الخطوة الرابعة اللي هي تركيب وحدات الزراير في الابواب. هنا في الاول هناخد بس معلومة تعريفية كده بسيطة. وحدة الزراير عبارة عن مجموعة رباعية، دي بتتركب في باب السواق ومتوصلة بموتور الباب بتاع السواق، وضفيرة كاملة بتتوصل لكل باب من الابواب بتاع العربية بالوحدات الفرعية، وكل وحدة فرعية متوصلة بعد كده بموتور المكنة بتاعة الباب بتاعه. طيب انا هنا محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف انهي وحدة فرعية هتركب في انهي باب، وما ينظرها في الوحدة الرباعية. فهنشوف هنا مثلا ادي الوحدات عندنا اهي، هنلاقي ان كل زرار من الزراير الوحدة الرباعية في مجموعة من الاسلاك نازلة منه، في سلك مميز لكل زرار، لون مش متكرر في الزراير التانية. هنلاقي ان الزرار ده اللون ده هو موجود في واحدة من الوحدات الفرعية ومش متكرر في التانية، فنقدر نعرف انهي وحدة فرعية هتبقى مناظرة لانهي زرار، وبالتالي اعرف هي هتركب في انهي باب. فهنشوف مثلا هنا الزرار اللي هو موجود وراء السواق اللي هو هنا رقم واحد، هنلاقي الضفيرة بتاعته فيها سلك لونه ازرق، هنلاقي الوحدة الفرعية اللي رقمها ايه فيها نفس السلك اللي لونه ازرق. الزرار رقم اتنين اللي هو جنب السواق قدام، هنلاقي فيه سلك لونه رمادي، ده هيناظره الوحدة رقم بي اللي فيها مجموعة السلوك الرمادي. والزرار الأخير رقم تلاتة فيه سلك لونه أخضر، هيناظر الوحدة رقم سي اللي فيها مجموعة سلوك الخضرة. فكده هنعرف الوحدات الفرعية هتتوزع فين على أنهي إبواب، ده علشان بعد كده أما وصل الضفيرة يبقى التوصيل بصورة سهلة وطبق الألوان ببعضها. هاجي هنا هركب بقى الوحدات في الباب. انا هنا في الباب الاولاني اللي هو بتاع السواق خدت علامة لمكان التابلو هيبقى فين عن المناظر على الباب، عشان لما اجي اركب الوحدة ما يحصلش ان انا اعارض تركيب الوحدة مع التابلو فالباب ما يقفلش، وبظبط شكل الوحدة وتركيبها وبربطها في مكانها. هنشوفها بالشكل ده من الظهر عاملة ازاي. بستخدم المسامير اللي جاية معاها، بس بزود عليها وردة كبيرة علشان المسمار ما ياكلش في الخشب، ولاقي الوحدة بعد كده ثابت وفكت من مكانها، وبعدي مجموعة السلوك كلها من مكان الأكرة القديم. نفس الفكرة بعملها في الباب اللي هو قدام جنب السواق برضو، باخد علامة لمكان التابلو عشان لما اجي اركب الوحدة ما يحصلش تعارض مع بعض. بالنسبة للبواب الخلفية ما فيش اي تعارض، تقدر تركبها بصورة سهلة في مكانها على طول. هنبدأ في الخطوة اللي بعديها اللي هي توصيل الضفيرة بتاعة الزراير وضفيرة وحدة الرفع. طالما هبتدي اشتغل في التوصيلات الكهربائية يستحسن على طول افصل الطرف السالب للبطارية وانا بشتغل في اي توصيلات كهربائية جوه العربية، عشان ما يحصلش اي شورت او اي مشكلة وانا شغال. بفصل الطرف السالب واعمل كل توصيلاتي، وبعد كده برجعه تاني بعد ما اخلص كل توصيلاتي. طيب الاول هنشوف الدائره الكهربائيه هتبقى عباره عن ايه وعامله ازاي. الدائره الكهربائيه بتاعتي هتبقى مقسومه لجزئين، جزء واصل بوحده رفع الازاز اللي هتتربط مع الانذار او السنتر، وجزء تاني خاص بتشغيل الازاز الكهرباء عن طريق زراير الازاز. فبيبقى عندي سلكتين خارجين من البطاريه، كل سلك منهم عليه فيوز 30 امبير او 25 اقل حاجه، وسلكة منهم بتروح لضفيرة وحدة الرفع، وسلكة منهم التانية بتروح لريلي الأول على الطرف 30 بتاعه،
والطرف 87 هو ده اللي بيخرج يروح على ضفيرة زراير الإزاز الكهرباء. الطرف 85 من الريلاي بيروح على الأرضي، والطرف 86 ده باخد منه سلكة من الإجنيشن بتاع العربية أو وضع الاي سي سي بتاع العربية. هنا ليه بعمل كده؟ علشان الإزاز الكهرباء يشتغل مع الكونتاكت، ولما افصل الكونتاكت ما يشتغلش، لكن وحدة الرفع هتشتغل كده كده من غير أي حاجة حتى لو طفيت العربية. يبقى أنا وحدة الرفع هتشتغل كده كده مع البطارية على طول في أي وضع من الأوضاع، لكن الإزاز مش هيشتغل غير لما المفتاح يكون في الكونتاكت. طيب هنشوف بقى هنا معلومات عن الضفيرة والسلوك اللي موجودة في الوحدات الزراير عبارة عن ايه، فهنفهمها من تعريف الاسلاك اللي موجودة في الوحدات. هنلاقي الوحدة الرباعية فيها ثلاث مجموعات من الاسلاك، فيشتين وسلكتين حرين، والمجموعات الفرعية فيها فيشة وسلكتين حرين. هنشوفهم بالترتيب مقصود بهم ايه. الفيشة رقم واحد اللي متشاور عليه رقم واحد في الوحدة الرباعية دي عبارة عن ثلاث اسلاك. السلك الاحمر بياخد المصدر الكهرباء اللي جاي من الريلي من الطرف 87. السلك الاسود ده الارضي. السلك الابيض ده هو سلك واصل ما بين الوحدة الرئيسية والوحدات الفرعية، وده يمثل الكهرباء اللي رايحة للوحدات الفرعية. الفيشة رقم اتنين اللي هي فيها ست اسلاك، ودي متقسمة لثلاث مجموعات من الوان من الاسلاك. المجموعة الاولانية هي المجموعة الزرقاء اللي هي الازرق والازرق احمر، وده الربط ما بين الزرار اللي موجود ورا الشمال والوحدة الفرعية بتاعته. الاخضر والاخضر احمر ده الربط ما بين الزرار ورا يمين والوحدة الفرعية بتاعته. والمجموعة الاخيرة اللي هي الرمادي والرمادي احمر، دي الربط ما بين الزرار الامامي يمين والوحدة الفرعية بتاعته. ده كده فيما يخص الوحدة الرباعية. الوحدة الفرعية فيها فيشة اللي هي رقم 4، ودي زي ما احنا قلنا فيها 3 اسلاك، سلك لونه ابيض وده اللي جاي من الوحدة الرئيسية للوحدات الفرعية ويمثل المصدر الكهرباء. وايا كان بقى اي واحدة منهم السلكين التانيين هم مناظرين لنفس الالوان اللي احنا كنا قلنا عليها في الفيشة رقم 2 اللي هو الازرق والازرق احمر او الاخضر والاخضر احمر والرمادي والرمادي احمر، على حسب كل واحدة انت رايح بيها لفين. يتبقى عندنا سلكتين اللي هم السلكتين اللي انا مشاور عليهم رقم 3، دولت السلكتين اللي بيروحوا على سلكتين الموتور في كل باب منهم. والسلكة اللي لونها أصفر دي السلكة المسؤولة عن رفع الإزاز، والسلكة اللي لونها بامبا المسؤولة عن تنزيل الإزاز. دي الألوان دي ثابتة في كل الأربع وحدات. الجدول ده عرف لنا الضفيرة وتقسيمة ألوانها عاملة إزاي، وبرضو يساعد اللي ما عندوش ضفيرة انه يقدر يعمل ضفيرة يوزع بيها الاسلاك على الوحدات. طيب اول حاجة هنشوفها في الدائرة بتاعتنا السلوك اللي هتيجي من البطارية. انا بالنسبة لي هنا عندي سلك رئيسي خارج من البطارية داخل على علبة فيوزات منفصلة، وعلبة الفيوزات المنفصلة دي خارجة منها سلوك داخلة على جسم العربية من المسار ده هوت كده عند الطبة ده هيت كده لتحت التابلو. هنا السلكتين اللي انا عايزهم يروحوا من البطارية لحد تحت التابلو. باخد من الاجنيشن زي ما انا قلت سلكة اللي بتناظر وضع الاي سي سي، ودي كنا شرحناها بالتفصيل في فيديو توصيل الولاعة، وهي كانت السلكة اللي لونها ازرق دهيت من الفيشة. وهنا ده الريلي اللي انا مركبه علشان اشغل بيه زراير وحدة الرفع. تقدر ترجع لفيديو الولاعة وتركبها عشان تعرف ازاي حددنا السلك اللي لونه ازرق دهوت. ده هنا كان الجدول اللي احنا كنا وصلنا له اللي بيوضح كل سلكة من سلوك فيشة الكونتاكت والاوضاع المناظرة لفيشة الكونتاكت، واحنا اخترنا السلكة الزرقاء اللي هنشتغل عليها. هنا انا موضح المكان اللي بركب فيه او بوصل فيه كل التوصيلات الارضي المطلوبة، وهنشوف ازاي نوصل المكان ده هوت في الخطوات اللي جاية. هبتدي دلوقتي ان انا اشتغل على توصيل الضفيرة للاربع ابواب، فبحتاج تاني ارجع افك الجزء البلاستيك ده هوت باللزق الاسود بتاعه ده هوت عشان اظهر التجويف اللي في الباب ده هوت اللي قدامي اللي هيبان منه
الكاوتشة اللي مسؤولة عن توصيل السلوك ما بين الباب لجسم العربية او تحت التابلو. يعني زي ما انتم شايفين كده هي الكاوتشة اللي تحت دهيت. ازاي بقى هنوصل لها؟ هنشوفها معنا في الفيديو واحدة واحدة. هبدأ هنا، لازم هفك العتب بتاعي علشان اقدر امشي الضفيرة ما بين الابواب وبعضيها، وبفك الجزء ده هوت من العتبة اللي هو واصل ما بين العتب وتحت التابلو. برضو ده ممسوك بكليبستين بلاستيك، بفكهم من مكانهم عادي. وهنا هلاقي تحتيهم المجموعة اللي بوصل عليها الاطراف الارضي بتاعتي لأي توصيلات بحتاجها في العربية. برضو بفك الفبر البلاستيك اللي هي تحت الدركسيون علشان اقدر اتعامل مع الجزء اللي تحت دهوت فيما يخص الضفيرة بتاعت الكونتاكت والتوصيلات وسهولة التعامل مع الجزء اللي تحت اسفل الدركسيون دهوت. هنا بقى هنشوف طريقة توصيل السلك او الضفيرة من جسم العربية للباب عن طريق الكاوتشة اللي انتم شايفينها دي. بفكها من حوالين البلاستيك الزرقاء دهيت علشان اقدر بعد كده افك البلاستيك الزرقاء من الصاج بتاع العربية بالمنظر ده كده. البلاستيكة دي متثبتة ليها زي اربع كليبسات كده فيها، بتزقهم لتحت وتطلعها لبره عشان تتفك من مكانها. لازم افكها علشان اسهل سهولة تمرير السلك وسهولة تقفيل المجموعة دي كلها تاني، واضمن ان الكاوتشة رجعت ركبت كويس جدا في الكليبس الزرقاء قبل ما تركب في الباب بتاع او في الصاج بتاع العربية. انا بوريكم هنا شكل الكليبسة والكليبسات اللي شكل البلاستيكية والكليبسات عاملة ازاي فيها. هي بيتداس عليها كده بالمفك وتطلع لبره فبتفك من الباب على طول. هنا زي ما انتم شايفين عند الباب كده الناحيه التانيه من الكاوتشه اتفك من الباب، وده بس مجرد كاوتشه راكبه في الصاج مفيش فيها كليبسه زرقاء، فبتبقى بتتفك وتتركب بسهوله. هبتدي بقى امشي الضفيره في مساراتها. الحزمه اللي وريتها لكم دي بتخش على باب السواق، وبقية الحزم التانية بتتوزع حسب الألوان اللي احنا قلناها قبل كده لكل باب. ده السلك الموجب اللي جاي من الريلي، وده السلك الأرضي اللي احنا قلنا عليه. هنا بقى أنا عديت الحزمة الأولانية اهي من جسم العربية لحد بره كده، وهبتدي أعديها في الكاوتشة وبعد كده على الباب وأرجع أقفل الكاوتشة مرة تانية. المجموعة دي أصعب مجموعة هتعديها في الباب ده، لأن أنت بتتكلم في حوالي 11 سلكة بتعديهم في الكاوتشة دهيت. ده بالإضافة لو أنت مركب سنتر بتتكلم في حوالي 5 سلوك كمان غير سلك السماعة، فدي أصعب كاوتشة بتعدي فيها سلوك. لكن بقية الباب التانية الموضوع أسهل بكتير. هنا أنا رجعت الكاوتشة في البلاستيكة الزرقاء وبرجع أركب البلاستيكة الزرقاء في الصاج كده، بضمن أن الكاوتشة ماسكة بإحكام على الصاج وبصورة سليمة. برجع بقى الجزء التاني ده اللي هو ناحية الباب وبركبه، وكده يبقى انا قفلت الكاوتشة وعديت السلوك بتاعتي. بقية الحزم بتاعتي همشيها في مسارات لكل باب. بعزل كل حزمة بشريط لحام علشان اطمن ان السلوك بتاعتي مش هتتقشر او تتجرح وانا بمشيها في العربية. عشان امشي السلوك للناحية التانية بحتاج افك الكونسول بتاع الفتيس والكونسول بتاع فرامل اليد
الطريقة دهيت. كنسول الفتيس مسكه مسمارين في الجنب، المسمار احنا في الكنادة والمسمار التاني المناظر ليه. ببتدي بعد كده افك الجراب الجلد من راس الفتيس. طبعا لما اركب ولاعه اطمن ان انت شلت السلوك بتاعتها الاول قبل ما تفك الكونسول بالكامل. بالنسبة للكونسول بتاع الفرامل، في مسمار هنا بفكه وبلاقي بعد كده في ظهر الكونسول من ورا في مسمارين بلاستيك تانيين بفكهم، وبكده بقدر افك الكونسول ده بالكامل. ده هنا المكان اللي انا همشي منه السلوك، هنشوفه بالتفصيل بمشي ازاي من الفتحات دهيات اللي موجودة على جناب الابواب. بستخدم سوستة كهرباء علشان اسهل على نفسي سحب السلك وتمديده. هنا قلت لكم ادي الكليبستين اللي ورا اللي في الكونسول الفرامل بفكهم علشان اقدر احرر الكونسول من مكانه بالمنظر ده كده، وبكده بيبقى الدنيا عندي واضحة. بعد السلوك من تحت الفرش بالمنظر ده كده، هنا من ناحية السواق للنص، وبعد كده من النص للناحية التانية. يبقى انا كده نقلت الحزمتين اللي المفروض يروحوا للباب اليمين والشمال في ناحية الباب الورا واللي قدام ناحية الراكب للناحية التانية بالمنظر ده كده. هنا برضو بعمل نفس الكلام برضو في الباب التاني اللي هو باب الراكب بنفس الفكرة برضو، بس هنا بعدي مجرد 3 سلوك جوه الباب فالدنيا بتبقى اسهل شوية، وبرجع برضو اقفل الكاوتشة بنفس الطريقة. برضو هنا بس بوضح ان انا بشتغل بايد وبصور بايد، فالموضوع شوية بالنسبة لي بيبقى صعب او مرهق شوية يعني، لكن الوضع في الواقع يعني بيبقى اسهل من كده بكتير. هنشوف دلوقتي همشي السلك ازاي للجزء اللي ورا. لازم افك الفبرة بتاعة الحزام دهيت، دي مش راكبة بأي حاجة، دي بتشدها كده وبتفكها من فوق لتحت. طبعا لازم تكون فكك العتب بتاع الباب القداماني والوراني علشان تقدر تفكها بالكامل. حتى العتبة بتاعة الباب الوراني مش لازم تفكها كلها، بس مجرد حررها كده من مكانها وهتلاقي الفبرة دي طلعت من مكانها كده بالكامل. هنا بقدر اوصل للمكان اللي بدخل منه السلك للبابان الورانية. بعدي السلك من ورا مكنة الحزام كده للناحية التانية. بالمنظر ده كده.
وبعدي السلك من الفتحة دي كده للباب من الناحية التانية، وبأمنه بأفيز علشان أضمن إن هو ما يعوقش أو ما يضايقش المكنة بتاعة الحزام في الحركة بتاعتها بعد كده. الباب الوراني أساسا ما فيهوش أي توصيلات كهربائية، فما فيش أي كاوتشة موجودة، هي مجرد طبتين موجودين، بتفك الطبتين دول من مكانهم. وأنا بفضل إن تستغل الطبة دي في إنك تعدي فيها السلك وترجع تركبها تاني عشان تضمن إن السلك مش هيتهز أو يتحرك في مكانه بعد كده. يعني ما ترميش الطبة بدهية، أحسن خليها بس مجرد بتعدي منها السلك وترجع تركبها تاني. هنا أنا أوريدي معدي سلك السنتر، هعدي برضو نفس الفكرة سلك الإزاز الكهرباء. بحتاج اعرف من رسمة وحدة الانذار او السنتر بتاعتي معلومة اللي هي انهي سلكة هتروح لوحدة الرفع تربط معها. فهنا عندي السلكة هنا باينة في الرسمة انها السلكة اللي لونها ابيض، ودي بتطلع اشارة سالب. لازم اعرف الاشارة نوعها ايه، علشان في وحدات الرفع في دايما سلكتين، اشارة سالب وموجب، فبعرف انا بربط انهي سلكة بانهي سلكة على حسب الاشارة. هنا دي وحدة رفع ازاز وولف، دي بتشتغل على بابين، فانا محتاج منها اتنين عشان اغطي الاربع ابواب. هي برضو ببساطة شديدة فيها مجموعة اسلاك، سلكتين، واحدة ارضي واحدة موجب، وسلكتين تانيين بيتوصلوا بالانذار او السنتر على حسب الاشارة اللي احنا قلنا عليها، بتبقى سلكة منهم موجب وسلكة سالب. فلو انا عندي الانذار بيطلع سالب بربطها بالسلكة السالب والسلكة الموجب بلغيها. وعندي بعد كده اربع سلوك تانيين بيتربطوا بالابواب، ففي سلكتين بيبقوا ازرق واخضر دول بيروحوا الباب، وسلكة تانية ازرق ابيض واخضر ابيض بيروحوا لباب تاني. دي فكرة التوصيل بتاعت وحدات الولف اللي هي بتشتغل على بابين. في وحدات تانية بتشتغل على الاربع ابواب مرة واحدة، وبتشتغل بطريقة تتابعية اللي هي بتخلي يعني باب اولاني يقفل، بعد كده التاني، بعد كده التالت، بعد كده الرابع. ودي هنشوفها دلوقتي شكلها عامل ازاي. هي دي الرسمة بتاعتها، فيها برضو نفس، هي نفس الفكرة، فيها سلك موجب بيروح للبطارية، وسلك ارضي، وسلكين بيحددوا توصيل ما بين السنتر او الانذار عندي على حسب الاشارة، موجب او سالب، اللي هم اللي متشاور عليهم بالسهم دول اللي هم تحت اخر سلكتين. بختار واحدة منهم على حسب نوع الاشارة اللي خارجة من جهاز الانذار او السنتر. وبعد كده في مجموعة من الاسلاك بتروح لكل باب على حدة، زي هنا ما انتم شايفينها، الاصفر والاصفر ابيض، والرمادي والرمادي ابيض، والاخضر والاخضر ابيض، والازرق والازرق ابيض. وبيبقى عندي هنا في الاخر في سلكة اسمها ACC-ON. السلكة دي بستخدمها في حالة لو انا الانذار او السنتر بتوعي مش واخدين اشارة من ACC بتاع العربية، اللي هو اشارة الدوارة بتاعت العربية، ان انا فتحت الكونتاكت. يعني لو الانذار والسنتر عندي مش بيغطوا التوصيلة دي، يبقى لازم السلكة دي اوصلها. ليه؟ علشان في الاخر وحدة الرفع ما تقفلش الازاز وانا مدور العربية. دي بتفرق ان الوحدة الرفع تفهم اذا كانت العربية دايرة وانت حاطط المفتاح في الكونتاكت، فلما هتقفل السنتر الازاز مش هيتقفل، لكن مجرد ما بتشيل الكونتاكت وبتقفل السنتر الازاز بيقفل. فلو انا الانذار عندي اوريدي متوصلة في ACC-ON وموجودة عنده اشارة، خلاص بلغي السلكة دي من هنا. لو مش كده بوصل دي في وحدة الرفع بالذات للموديل ده تحديدا. يعني بالنسبة للولف مش بحتاج اعمل الموضوع ده. هو هنا عندي اهي دي ضفيرة وحدة الرفع، انا مركب اتنين وولف، انا كنت موصلها اوريدي بالانذار قبل كده، وسايب الاطراف اللي هتروح للابواب لحد ما اركب الازاز الكهرباء. هنا بس محتاج اوضح ان علشان اربط وحدات الرفع بالابواب محتاج ازود سلكتين اتنين يعدوا في الباب السواق اللي هو في الوحدة الرباعية مع الضفيرة اللي كانت داخلة للباب قبل كده، علشان اقدر اربط الباب ده هو بوحدات الرفع. بقيت الابواب مش هحتاج ده، انا هستغل نفس الضفيرة اللي ماشية ما بين الوحدة الرباعية والوحدات الفرعية للربط على وحدة الرفع. هما دولت السلكتين هما اللي انا عديتهم للباب، ودولت بيتوصلوا
ما بين السلك الاصفر اللي رايح للموتور والموتور، هو بالشكل ده هو كده، ده السلك اللي في الموتور وده السلك الاصفر اللي مسؤول عن اشاره الرفع بتاع الازاز. بركب عليهم السلكتين الزر وبخرجهم بره، بيبقى عندي فيه طرفين، الطرفين دول بيتوصلوا مع وحدات الرفع حسب الرسمه بتاعتها. السلكه اللي لونها ازرق في وحده الرفع بتروح للزرار، والسلكه اللي لونها اخضر بتروح للموتور. فبتاكد ان انا وصلت الالوان مظبوط زي ما موجود على رسمه العلبه وما بعكسش السلوك دهيت في التوصيل. كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، انا وصلتهم خلاص بضفيرة وحدة الرفع بالنسبة للباب الاولاني اللي هو باب السواق. بالنسبة لأي باب تاني هنشوف هنا الفكرة، ان انا بشوف السلكة المسؤولة عن اشارة الرفع في الضفيرة انهي لون، فهنلاقيها هنا ان هي مثلا السلكة اللي لونها ازرق في احمر بالنسبة للباب ده هوت، الباب التاني هتبقى السلكة الاخضر في احمر والسلكة الرمادي في احمر. فالتلات سلوك دول انا باجي اشوفهم فين هنا في الضفيرة وبقصهم، وبعد كده بشتغل عليهم في توصيل على وحدات الرفع مباشرة. بعد ما قصيت التلات سلوك دول، كل طرف منهم بيمثل الآتي: الطرف اللي ناحية الوحدة الرباعية ده كأنه الزرار، والطرف اللي ناحية الوحدة الفرعية ده كأنه الموتور، وبوصلهم على وحدات الرفع بنفس الطريقة، كل سلكتين على كل سلكة أنا قصيتها لبقية الأبواب. كده أنا خلصت الخطوة اللي هي توصيل ضفيرة الكهرباء بتاعة الزراير وبتاعة وحدات الرفع، وهروح دلوقتي ان انا اعمل تجربة على كل التوصيلات وكل المنظومة شغالة صح ولا لا قبل ما اعمل العملية النهائية اللي هي التقفيل بقى كامل للشغل ده كله. هنا في الخطوة دي ركبت وحدات الرفع، وصلت البطارية ووصلت كل التوصيلات بتاعتي، وهبتدي اعمل بقى تجربة دلوقتي اشوف الازاز شغال ولا لا. انا دلوقتي مدور العربية وبجرب اشوف الازاز شغال ولا لا. تمام، اشتغل معانا اهوت. هنبطل العربيه وهنقفل السنتر ونشوف وحده الرفع هتشتغل معانا برضو ولا لا. تمام كده اشتغلت معانا، يبقى احنا كده التوصيلات بتاعتنا كلها سليمه، مفيش اي غلطه مفيش اي مشكله. هنبتدي نخش بقى على الخطوه الاخيره اللي هي تقفيل كل الشغل اللي احنا عملناه وتقفيل العربيه بالكامل. هنا هو زي ما انتم شايفين انا قفلت السلوك بتاعتي، عزلتها بشريط لحام وربطتها بافزان جوه الباب علشان ما تتهزش وما تضايقش الازاز وهو طالع ونازل، وقفلت البلاستيك اللي كان اتفك قبل كده، وبركب بقى الفرش بتاعي تاني. انا هنا بس حابب اوضح ان الاكرة ليها لسانين بلاستيك اهمت بيركبوا في الفتحتين اللي في الباب الساق دهوت، اتاكد ان هم دخلوا كويس في الفتحتين دول عشان ما تبقاش سايبه وما ترضاش تتقفل معايا. بركب الفرش بتاعي في الباب، وبركب بقى الاكره الاولانيه بتاعت اكره الفتح دهيت، بربط الواير بتاعها في القطع البلاستيك البيضه وبرجعها مكانها زي ما وضحنا، وبربط المسمار بتاعها وبتاكد انها شغاله بطريقه سلسه ما فيش فيها مشاكل. برضو بركب القطعه اللي هي بتاعت مسند اليد وبربطها في مكانها مظبوط، بتاكد ان الفرش كله ركب في مكانه تمام. الكليبسات البيضه اللي احنا كنا شفناها في اول الفيديو ركبت في مكانها، واضغطت عليها كويس عملت صوت تكه كده عشان اتاكد ان الفرش ركب باحكام وما يبقاش سايب ويعمل صوت زنه كده معايا وانا سايق. كده الابواب كلها زي ما انتم شايفين قفلناها خلاص، قفلنا العتب بتاعنا اللي فكناه وقفلنا القوايم اللي كنا فكناها، ونبقى كده احنا جاهزين خلاص نشوف بقى التجربه الطبيعية او الشغل بقى الحقيقي للمنظومة بعد ما اتركبت على الطبيعة.
بشكركم على المتابعة وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني إن شاء الله في فيديوهات جديدة قريب بإذن الله.